Так, а вот у Йосиф Лазай. Йосиф Таха, жо. قال ايه لودا؟ سمير طه صبرا. وكده عرفنا الفريق كله. هنعمل ايه النهارده يا ولد الفريق؟ ايه؟ هنعمل تحدي كبير عظيم. واللي يكسب هياخد جائزه كبيره جدا. كبيره قوي. فايز هاخد شوكولاته كيت كات. المره اللي فاتت كانت ديري ملك، المره دي كيت كات، والمسابقه هتبقى للاول والتاني على اللي يقدر ان هو يخلص طبقه الاول. وعندنا هنا قائمه المساعدين، وعندنا الحكام بتوعنا، عم سعيد وطنط لولو. كلنا النهارده الحكام بتوع المسابقه. قول يا حمبوزو، ناوي النهارده تبذل اقصى مجهود عشان تكسب ولا لا؟ ناوي. وانت يا خالد؟ ناوي. يوسف؟ ناوي. سمير؟ ناوي. كل واحد فيكم قدامه طبق في جزر وطماطمايه. ساعه ما اقول ابدا واخلص عد التنازلي. ايه ما تاكلش؟ لا انزلوا يا جماعه الاطباق لو سمحتوا، انا مش عايز ارجع. تبدا تاخد شيل يابا، ارجع تاني كده ببولتك. ايوه شطور، ارجع بقى ببولتك. يلا ساعه ما اقول ريدي ستيدي، ساعه ما اقول جو تبداوا. ماشي خلاص. اللي هيخلص طبقه الاول ياخد شوكولاتايه ويمشي، التاني ياخد شوكولاتايه برضه ويمشي، والباقيين هم الباقيين خسرانين. اتنين هيكسبوا واتنين هيخسروا. ريدي؟ طب الاول نشوف التوقعات. يا عم سعيد قول لنا، يا عم سعيد شايف ان مين ممكن يكسب النهارده في المسابقه دي؟ خالد صاحب السنان الكبير. ماما لولو شايفه مين هيكسب فيهم؟ خالد وسمير. صباحكم قشطه. انا شايف ان اللي هيكسب الواد الصغنن ده. حبوزه لو يبوزه. يلا يا جماعه علشان تاخدوا الشوكولاته. ريدي ستيدي جو. تان 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 تان. ما حدش يتكلم ومحدش يضحك عشان يشرقوا. تان تان. يلا يوسف سم 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 سم. حبوزو 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 بياكل من الاثنين. لا لا تصيبه حبوزو. استنى قرب لي بقه بالكاميرا شويه. قرب له بقه بالكاميرا شويه. ايوه حبوزو. يا نهار ابوك وابيض. اللي يخلص الطبق الاول هو هياخد شوكولاته، الثاني هياخد. الاول والثاني ورونا يا جماعه حلاوتكم وانتوا بتاكلوا الجزر. الجزر مفيد يا جماعه للنظر. عينيكوا هتنور الصبح، هتصحوا تبص ورا الحيطه. كل واحد ياخد له جزره وهو ساكت، والجزره احسن من اي حاجه ثانيه. شدوا حيلكوا يا ولاد، اللي يخلص جزرته يخش على شوكولاته، واللي ما خلصش جزرته خسران. على مهلكوا يا ولاد. يا دين امي يا خالد. خلي منك الجد. يا يابا لا مش اخلعها، خليها خليها يا كده حلوه يابا. يا دين الله. حبوزو انت بتاكل وترجع. حبوزو
حبوش بياكل ويا عيني انت جاكوا ايه؟ حبوش يا جبتة. اربع متسابقين باربع شوكولاتات بشوكولاتتين. طبعا مليان. خالد قرب، خالد قرب، خالد الثاني. سمير انت الثاني. ايوه يوسف قطعها لك. ها بقطعها اهو. سمير وصل لايه؟ خالد حمبوزو احشي حمبوزو احشي. ايوه يا حلاوه طلع من بوه يا حلاوه قصير جزر حمبوزو. صباح الكشك يا حمبوزو، ده انت قاعد فوقين يا ابني المفروض خلصتوه. خالد انت بتربي البرميل. جزرت مين دي؟ وين 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 وين؟ امي راح فين؟ بتعمل ايه يا يوسف؟ بعمل اللعبه بنزاهه يا حبيبي. الله الله معلش يا سمسم معلش. خلص يا حبيبي انت بتاكل انت والنضاره. انت مالك طبق قوي كبير اكتر واحد على فكره. لا والله انا ما خدتش بالي قوي يعني، بس انا حطيتهم كلهم قد بعض. يا عيني يا سمسم. ايش يا سمسوم؟ على فكره خالد لسه قدامه ياما. بص خالد لسه قدامه ياما. ومعانا حمبوزو لو يبوزو مش عارف يا ناس ابوزو. اضحك في الكاميرا، اضحك بالكاميرا يا جدع. يوسف وصلت ليه يا يوسف؟ يلا خالد على فكره قرب يخلص. خالد قرب يخلص. خالد دلوقتي انت قربت تكسب. اديها سمسم. انت بتحشي محشي اهو. معلش معلش هتوصل دلوقتي. احسن جزره جايزه احسن جزره. يا دين امي انت نزلت عليها عصير جزر. يا ده انت عامل زي المعصره ببقك. يوم بيطلع جزر من بقه. قريش وحيا حيا. اشرب ميه قبلك وارقص. يا نهار اسوح. جرالك ايه؟ جرالك ايه؟ ايوه خد نفسك خد نفسك خد نفسك وكل شوكولاته. خد نفسك وكل. يا دي امي يا دي امي. يوسف قربت تخلص يا يوسف. حاسك هتكسب. يلا يا جدعان يلا يا جدعان. الشوكولاته قربت تخلص. الجزر قرب يخلص. الجزر قرب يخلص. شدوا حيلكم. ايوه مين اللي فاضي؟ خالد قرب يخلص يا جدعان. يا جدعان خالد اللي هيكسب شكله. ويوسف قرب. حمبوزه خلاص فاضل له حاجات بسيطه. سمسم انت ايه بتزرع الجزر هنا؟ ما تخلص. انا خلص. لا لسه ما خلصش. عشان ما يخلص طبق خالص خالص. سمير 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 انت وصلت لايه؟ ماما ماما هو الكل ده بصور رجلكوا؟ نهار اسود. ما تتكلموش ولا انتوا مش قادرين تتكلموا من بقكم؟ مش قادرين تتكلموا؟ اه يا عيني يا عيني. بقوا مستر جزر كلهم. ودلوقتي احنا عايزين نوصل مين الفايز. انت بعد ما خلصت ثلاث ارباع جزر، ثلاث ارباع جزر بتقولي مش هلعبها؟ انت قربت تخلص ثلاث ارباع بسامير. وصلت ليه؟ اقعدوا يا جماعه عشان المسابقه تبقى حاميه وسخنه. انا معاك اهو. شايف نفسك كده يا يوسف؟ شايف نفسك كده؟ بابا حمبوزو رجع جزر وطلع من المسابقه. حمبوزو طلع عصير جزر خلاص. طب قوم كده نشوف تحتك ايه. قوم يا ابني شوف تحتك ايه. طلعت جزر من تحت؟ لا لسه. طلع جزر من فوق بس. يوسف قرب يخلص. مش سمير قرب يخلص؟ كمل كمل. قربت تخلص؟ يوسف قرب يخلص؟ حمبوزو طلع من المسابقة. عنده فرصة. ايه؟ اطلب الجزر وبعدين اطلع على بابي. بتعمل ايه؟ اطلب الجزر. انا عندي فكرة. قول. هطلب الجزر بعدين اطلع براحتي. دي فكرة برضه. نهار اسود انت بتعمل ايه يالا؟ بعدين هحفر الجزر. شفتك يا يوسف؟ اسمع عمال يرمي لي وكتاب الله.
عمل ايه مرتين؟ لا على فكره دول كانوا عندك. استنى بقى. لا بالله انا مالي. لا خد جزرتين دي بس حط لي قبل الكب حط الجزر. ايه انت ابو مصحف دي بتاعك؟ بالله يا عم دي بتاعك. هات هات انا هات. هات هات خلاص زي زباد. يا ابني يا ابني خالد فاضل جزرتين؟ جزرتين. يوسف فاضل جزرتين؟ سمير جزرة؟ يلا يا ولاد. الفايز 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 هيحط حبه في جيبه. هيحط حبه في جيبه انا شايفه. لا يا حبيبي انت لسه هتحط. انت ما حطيتش لسه. قربنا يا جماعه نوصل. يلا ما تاكلش القراطيس طبعا. يوسف خلص. خالد خلص. معنا الفايز الاول خالد. الفايز الثاني يوسف بس خلص كده بقى. يوسف غشاش. يوسف غشاش. يبقى كده حنبوز وخرج من المسابقه. ويوسف غشاش يبقى سمير اللي كسبان الدور الثاني. الاول معانا خالد. بنهنيك يا خالد. حتك الكات يا زميلي. عيش حياتك. سمسم يوسف المره الجايه ما تلعبش عشان تكسب بشرف ونزاهه. شوكولاتك يا سمسم. حنبوزو انت خسران بس هنشجعك. هنشربكوا فيروس اناناس. ما خلصش لان هو مفيش غيره. بص هو كسب. حموزه خرج. انت غشيت. ولا مين ياكله بعد المسابقه يعني؟ هو هنحللها ازاي دي؟ فهو غش فكده اللي فاضل ايه؟ سمير خلص ما خلص. سمير كسب. خلاص بلحت على كده. كفايه كده جزر سمير. حلو كده يا حبيبي. انت كسبت. انت كسبت يا سمسم. والمصحف كسبت. والله والله كسبت. احنا مصدقينك يا سمسم. احنا كلنا فرحانين بيك. حلال عليك الشوكولاته يا زميلي. ايوه ايوه بقه بقى عامل يا مستر. احساسك ايه يا حنبوزه وانت خارج التصنيف؟ ايه؟ مبسوط. طب احساسك ايه يا خالد وانت كسبان؟ مبسوط. جايزة احسن جزرة. يوسف احساسك ايه وانت لعيب؟ ايه يا عبد الله؟ احساسك ايه وانت لعوب؟ هتعدله يا عبد الله. والنبي كده انت بتعيش عليا يا زميلي. انت جزر من تحت ولا لسه؟ سمير سمير انت قاعد بتقرا لسه؟ الشوكولاته فيها كام نوع؟ يا لهوي سمير انت وصلت ليه يا سيدي؟ سمير كلمنا هنا حبيبي. لا لا صباحك قشطه. ايه؟ شايف ايه؟ يا عيني يا سمير عملت ارمي في طبقي. وبكده انتهت مسابقتنا النهارده بفوز خالد. على فكره خالد وقع واحد. وسمير ده اكلته كله. يلا قولوا لاصحابكم بقى ان احنا هننزل تحدي جديد قريب. ان شاء الله تحدي قريب. ونعرف نبسطكم. ونعرف نبسطكم. سلام يا حنبوزو. قول لهم سلام. انا حنبوزو الكبير. ارفع شويه. اوكي. اكسكيوز مي يا ريس.